السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، صلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لا تنسوا اللايك وتعليق فضلا وليس أمرا. طيب، اليوم إخواني أخواتي في المساء قمت ب يعني العناية بحديقة المنزل، وهذه حديقتي الجميلة التي أحبها وأعشقها إلى النقاع. هنا إخواني أخواتي أخذ مني العمل تقريبا حوالي ساعتين والنصف. كما تلاحظون المساحة ليست بمساحة صغيرة، ومع ذلك العمل ثم العمل. أقوم بقص وبجمع الأشجار والأوراق وغصون الأشجار والفواكه. صراحة كان اليوم مشمس، وكان من الرغم أنه كان متعب، ولكن هنا تأتي الجمالية، هو العمل في هذا المكان. يعني سوف أكمله غدا إن شاء الله، لأني فعلا تعبت والله. ما عليناش، حطوا بصمات ولايكات إخواني أخواتي. وهنا أداة القطع، ليس لدي مقص، سوف أشتري إن شاء الله. الحمد لله هنا تمت تقريبا ربع المهمة. سوف أقوم بجمع كل هذا ما نسميه الشجيرات أو الأغصان، هذه الأغصان والشجيرات كلها سوف أقوم بجمعها. إنه سكين كبير، من لم يضع لك سوف أقطعه به. هنا كما تلاحظوا إخواني كملت الجهة اليمنى، سحب يعني إن شاء الله الأسبوع القادم هناك أمطار، زخات مطرية. هكذا حديقتي أصبحت يعني جميلة، وقمت بقص. هناك بعض الإشارات، يعني حينما أقوم بالمونتاج دائما تأتيني رسائل، يعني لا أعرف ما جدواها، نوتيفيكيشن. على العموم ما علينا، أدعكم مع الفيديو. هذه طريقة صينية أو الهندية. كان هناك صوت طيارة البوينغ. دخلت لكي أقوم بالتنظيف من داخل يعني الحديقة داخل المنزل. هنا فاكهة الرمان وفاكهة المشمش، وهذا يعني لذيذ، هذا نسميه أزير، إكليل الجبل. وهذه المرمرية أو السلمية. وهناك حمضيات وبرتقال وليمون وشهد أيضا، ليست شهد فتاة، شهد فاكهة الشهد. والله كان جميلا، يعني هذه القفازات كانوا جديدين، فقط قطعتهم في تنظيف الحديقة، تقليم الحديقة أو تنظيف الحديقة. المهم ما علينا، أتمنى أن يعجبكم الفيديو وتستمتعون بهذه الدقائق البسيطة. ضع لايك وضع تعليق محفز، وشكرا لكم أصدقائي كثيرا. هذه بعض النباتات سوف أقوم والله إخواني أخوتي تركتها في الحديقة، لأني الآن أقوم فقط بتسجيل الصوت على الفيديو. غدا في الصباح إن شاء الله سوف أقوم بغرسها في هذا المكان، سوف أجد لها مكان. لاحظت طير طائرا،
هذا تشين او الاستافندي يعني ليمون الاستافندي يعني في مصر، كليمانتين في المغرب، عطينا اسمه يعني فضله فقط ايام وينضج. وهكذا اخواني اخواتي كان يوما حافلا شيئا من يعني الحداقة، شيئا من العمل. هاي ودي يا ود رمانة، رمانة لذيذة حمراء وطرية. تفضلوا أصدقائي، سوف أقوم بجمع هذا كل المكان إن شاء الله غدا، لأني لم أكمل يعني كان الوقت متأخرا. ف غدا إن شاء الله سوف أكمل الفيديو إن شاء الله. كما تلاحظون قمت بتشطيب وجمع وكنس كل شيء بدون اي مقابل، والله بدون اي مقابل. يعني بيتنا ومنزلنا، يعني مين راح اجيب يعني شخص واعطيه فلوس؟ انا اشتغلت لوحدي الحمد لله. الان كما تلاحظون المكان قمت بكنسه وجمعه الحمد لله، وهكذا اصبحت الحديقة جميلة جدا والمنظر جميل. تسمعون صوت الصندلة او الشبشب. هكذا انتهيت من الحديقة. غدا سوف اكمل البقية. اوكي يا هاري، غدا ان شاء الله اكل بعض الرمان وهنا المشمش وبعض الحوامض. هذه حريقتي وهنا البرتقال. أوكي. سوف أكل هذه الرمانة. يا سلام، مرحبا بكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، دعما لنا. هنا إخواني أخواتي وصلنا إلى نهاية الفيديو. من أجل وضع 8 دقائق وضع الفواصل الإشهارية. شكرا لكل من شاهد الفيديو من أول إلى آخر، أحبكم كثيرا، دمتم سليمين غانما، ربي يسهل عليكم جميعا يا رب. اللي شاف آخر المقطع